Now that the impedance is purely resistive, thus that equal R. In other words, the LC series combination acts like short circuit and the entire voltage is across R. بمعنى أنه أنا راح تكون مواصفات الدائرة في حالة الريزونانس في السيريس ريزونانس الزد كأنه عبارة عن بيور R فقط R. سلوك ال L وال C هو عبارة عن short circuit والفولتية تكون مطبقة كأنه فقط على ال R. The voltage Vs and the current I are in phase, يعني راح تكون بهاي الحالة الفولتية والتيار بنفس الضغط. So that the power factor is unity, لذلك يكون قيمة ال power factor قيمتها واحد. ما عندي فرق بالطول بين الفولتية والتيار بهاي الحالة مع وجود إنه ما نغفل عن وجود المتسع والمحثة بالدائرة، لكن لأنه تتمر بحالة الرنين وبسبب إنه راح تكون فولتية والتيار بنفس الطول لذلك راح تكون قيمة الباور فاكتور هو يونيتي. The magnitude of transfer function هذه اهملوا إنها هاي النقطة ما أحتاجها. Inductor voltage and capacitor voltage can be much more than the source voltage. ممكن أن تكون فولتية المحافة وفولتية المتسعة أكبر من قيمة فولتية المصدر. هذا من نوجدها حسابيا أو من نقيسها بالمختبر. حتى أوجد قيمة التيار بهاي الحالة، التيار راح تكون قيمته الـ absolute value للـ current، وهي راح تساوي لقيمة الـ Vm by under square root r square omega all minus 1 by omega c all square. هذا هو مقدار قيمة التيار اللي نريد نحصل عليه من دائرة الرنين اللي تكون مربوطة في حالة التوالي. هذا المخطط يوضح لي سلوك الدائرة اللي مر بحالة الرنين. راح نبلش منها من الصفر وراح تبلش تزداد التغيرات لقيمة التيار مع تغير التردد. هنا هذه الأوميجا هي 2 باي اف نشوف هنا راح يكون عندي هنا سلوك للدائرة بهذا الجزء وسلوك للدائرة بهذا الجزء. هذا التردد الأوميجا نوت، هذا التردد الرنيني راح نحصل به على أعلى قيمة للتيار اللي راح تكون تساوي فقط قيمة الـ V ماكسيمم مقسمة إلى R، في حين أنه قيمة التردد بالحالة الأوميجا 1 وحالة الأوميجا 2 راح تكون قيمتها 0.707 Vm by R، وهسه راح نعرف عشان راح نحصل على هاي القيمة. هذا الكيرف يوضح لي سلوك الدائرة هنا من يمر بحالة الرنين وهنا قبل حالة الرنين وهنا بعد حالة الرنين. حسب مواصفات كل دائرة لازم نعرف هذه سلوك الدائرة قبل الرنين هو حثي أو سعوي وبعد الرنين هو حثي أو سعوي، في حين أنه في حالة الرنين هو خصائص الدائرة as pure resistor. ملاحظة مهمة هنا ننتبه عليها بالنسبة للرموز اللي وردت عندي هنا، هذا إلى طريقة حساب الأوميجا 1 وهذه إلى طريقة حساب الأوميجا 2. المسافة أو الفترة بين الأوميجا 1 والأوميجا 2 أو عدد الوحدات بين الأوميجا 1 والأوميجا 2 نسميه بالباند ويث، وراح نتعرف هسه شلون راح نحسب الباند ويث أيضا إلى قانون خاص.